everyone. كان في أديب وروائي فرنساوي اسمه أونوري دو بالزاك، وكان ليه مقولة مشهورة قوي كانت بتقول وراء كل ثروة جريمة، أو behind every fortune there's a crime. ما يتوقع النهاردة تخلينا نعرف ليه أونوري دو بالزاك قال المقولة دي، أو ليه ربط الثروة بالجريمة. خلينا أسألكوا سؤال، ايه أول حاجة ممكن تيجي في بالكوا لما تسمعوا كلمة crime أو جريمة؟ سجن، مشكلة كبيرة، سوري، سرقة. يبقى أول حاجة بتيجي في بالكوا لما بتسمعوا كلمة crime هي سجن، مشكلة كبيرة. يبقى معناها إن تعريف الجريمة متلخص في الكلمات دي كلها اللي انتوا قلتوها جوه دماغكم. طيب تعالوا نقرا legal definition of crime. Crime is the violation of the codified laws in which there is injury to the public or a member of the public and a term in prison or fine as possible penalties. يعني ايه؟ يعني عشان اقول على فعل معين انه جريمه في ثلاث حاجات لازم تتحقق. اول حاجه لازم يكون في انتهاك للقوانين، breach of laws. تاني حاجه لازم يكون في أذى حصل لشخص معين أو أذى حصل للمجتمع، واللي بيؤدي في الآخر إلى ثالث حاجة وهي العقوبة، سواء سجن، حبس أو غرامة. دلوقتي إحنا عرفنا الـ legal definition of crime، هنعمل حاجة اسمها personification of crime، ودي psychological experiment بتتطلب إن أنتوا تستخدموا فيها خيالكم بشكل كبير قوي. لو كريم the host ممكن يساعدني ان انا هساله شويه اسئله، ومن الاسئله دي هعرف ايه هو تشخيصه عن الجريمه. اكيد يكون الشرف. اوكي كريم، ايوه، عايزك تتخيل دلوقتي ان الكرايم شخص زي وزيك، تمام، واقف جنبي دلوقتي اون ستيج. تفتكر الشخص ده ولد ولا بنت؟ ولد او راجل كبير. ولد او راجل كبير، عنده كام سنه؟ 55 مثلا، 50s، mid 50s. لابس ايه؟ لابس شورت اخضر كده مقطع، اوكي، في جيوب من هنا كده، ولابس جيليه بنفس لون الشورت، مش عارف ليه برضو، اوكي، وبرضو كده، وقميص ابيض من تحت كده ببيعه واحده كده. اوكي كريم، تفتكر الشخص ده متعلم؟ الشورت، الشخص ده متعلم؟ لا، افتكر انه مش متعلم. لا كريم، ار يو كومفورتبل هو واقف جنبي دلوقتي؟ خالص، ولا هو واقف جنبي. طب حاسس ان هو ممكن يأذيني؟ ويأذيك. Thank you so much كريم. شكرا. دي الصورة اللي كريم وصفها أو الشكل المتعارف عليه للكريمينال. My talk النهاردة عكس تماما اللي انتوا شايفينه دلوقتي. أنا أصلا مش مهتمة بهذا النوع من المجرم لأن بيبقى شكله واضح ومعروف، ولو شفته ماشي في الشارع I can assume إنه مجرم. ولكن أنا مهتمة بهذا الشخص أو هذا النوع من المجرم. As you all see, he's handsome, intelligent. واضح ان هو شخص متعلم، ممكن يكون معاه ماستر ديجري او حتى كمان بي اتش دي، او زي ما بيقولوا كده شخص ابن ناس، بياخد مرتب كويس في شغله، ولكن he's a white collar criminal. يعني ايه white collar criminal او white collar crimes؟ White collar crimes ده بيبقى نوع مختلف من الجرائم غير اللي احنا متعودين عليه. احنا طبعا كلنا متعودين على السرقه، القتل، السب، القذف، الاعتداء and so forth. ولكن هذا النوع من الجرائم بيبقى مختلف جدا، بيبقى زي الاختلاس، الرشوه وغسل الاموال. طب ليه اسمها white collar crimes او white collar criminals؟ لان ببساطه معظم اللي بيرتكبوا هذا النوع من الجرائم بيبقوا موظفين، سواء من القطاع العام او القطاع الخاص او البيزنس مان، واللي اكتر حاجه بتميزهم في مجال شغلهم هو القميص الابيض اللي بيلبسوه تحت البدل، وعشان كده اسمها وايت كولر كرايمز او جرائم ذوي الياقات البيضاء. عشان ابسط لكم الامور شويه، ممكن نقول الوايت كولر كرايمز اتس نون فايلنت كرايم، يعني جرائم مش بستخدم فيها العنف خالص، بترتكب من ناس with high social standard، ناس زينا، ولاد ناس، وبيستغلوا فيها خبراتهم وذكائهم في مجال شغلهم عشان يرتكبوا هذا النوع من الجرائم. زي ما قلت قبل كده ان من انواع الوايت كولر كرايمز هي الاختلاس والرشوه وغسل الاموال. بس النهارده هقول لكم على اهم نوعين ممكن تكونوا انترستد فيهم،
أول نوع اسمه insider trading وتاني نوع اسمه ponzi scheme. يعني إيه insider trading؟ insider trading يعني violation of trust أو انتهاك الثقة، وهذا النوع من الجرائم بيرتكب دايما في البورصة. طبعا كلنا شفنا فيلم The Wolf of Wall Street لما ليناردو دي كابريو كان بيسرب معلومات confidential to his clients مقابل الفلوس. فthis type of transaction اسمها insider trading. دي صورة جوردن بيلفورد أو The Real Wolf of Wall Street اللي اتعمل علشانه الفيلم. زي ما انتم شايفين he's good looking, he's smart, he has a PhD by the way. واللي يضحك بقى ان هو motivational speaker. جوردن بيلفورد اتحكم عليه بأربع سنين سجن ودفع أكتر من 110 مليون دولار مقابل his insider trading crimes. تاني نوع من ال white collar crimes اسمه the Ponzi scheme أو the pyramid scheme. Ponzi scheme اتسمى على اسم رجل أعمال إيطالي اسمه تشارلز بونزي، وهو أول من ابتدع هذا النوع من الجرائم. يعني إيه Ponzi scheme؟ يعني rob Peter to pay Paul أو أسرق بيتر عشان أدفع لبول. بمعنى أن أنا بروح لشباب زيكم عايزين يكسبوا فلوس بسرعة وبقول لهم أن أنا هستثمر الفلوس دي. فعلا باخد الفلوس بس برجع لكم جزء صغير جدا من الربح، بس مش عشان أنا استثمرت الفلوس ولكن عشان خدتها من مستثمرين جدد أو new investors. وأشهر مثال هنا عندنا في مصر كان للبونزي سكيم كان كيونت. دلوقتي احنا عرفنا definition of white collar crimes and types of white collar crimes. انا متاكده دلوقتي ان في سؤال بيدور في دماغكم، ليه شخص زي الوايت كولر كريمينال، شخص متعلم ابن ناس بياخد مرتب كويس، ليه هو كريمينال؟ محتاج ايه when he has everything؟ يمكن المجرم اللي وصفه لنا كريم من شويه دوافع ومبرراته بتبقى واضحه جدا، ممكن بسبب الجوع، الفقر، الجهل and so forth. ولكن ايه هي مبررات الوايت كولر كريمينال؟ كريمينولوجيست او علماء الجريمه من 1920 كرسوا حياتهم عشان يعرفوا اسباب الوايت كولر كريمينال، وطلعوا بكذا نظريه. النهارده اقول لكم على اهم ثلاث نظريات. اول نظريه اسمها ذا تريتس ثيوري، ودي منقسمه الى جزئين، جزء سايكولوجيكال وجزء بايولوجيكال. الجزء السايكولوجيكال او الجزء النفسي بيقول ان في سبع صفات لو موجودين في شخص ففي احتماليه كبيره قوي ان هو يبقى وايت كولر كريمينال. ايه هي السبع صفات دول؟ اول صفه ان هو يبقى عنده fear of losing، ما بيحبش يخسر، under no circumstances. شخص متحكم، شخص very selfish، ما بيحبش الا نفسه. شخص مسيطر، ما عندوش وعي تجاه المجتمع بتاعه، ما عندوش نزاهه. واللي يضحك بقى قوي انه بيبقى very charismatic. فلو السبع صفات دول موجودين في شخص ففي probability جامده جدا انه يبقى white collar criminal. الجزء الثاني من هذه النظريه هو الجزء البيولوجيكال. الجزء البيولوجيكال بيقول ان الجينات الوراثيه هي العامل الاساسي في تكوين المجرم. والكلام ده اتبنى على اساس نظريه ابتدعها عالم ايطالي اسمه سيزر لومبروزو. لومبروزو شايف ان المجرم بيتولد بجينات اجراميه توارثها من فرد من افراد عيلته، وده اللي هو بيخليه مجرم. او تو سام اب، لومبروزو شايف ان المجرم بيتولد مجرم ولكن ما عندوش سايكولوجيكال ديس اوردر. تاني نظريه عندنا اسمها ذا جنرال سترين ثيوري، ودي بنقابلها كتير قوي هنا عندنا في البلد. طبعا كلنا اول ما بنتخرج بنبقى very stressed وعايزين نثبت نفسنا بسرعه. ففي ناس مننا بتبقى very weak وما عندهاش قوه اراده، فبتضطر انها تسلك اساليب ملتويه لتحقيق التارجت بتاعها اللي محطوط لها في الشغل. النظريه هنا بتقول المبررات بتبقى واضحه جدا، انا ببقى شخص ما عنديش قوه اراده وعايز اوصل بسرعه في الشغل، فبضطر ان انا استخدم legitimate ways او اساليب غير شرعيه لتحقيق my target. ثالث نظريه والاهم واللي انا بيرسونلي مقتنعه بيها جدا اسمها the rational choice theory. انا مقتنعه بthis theory لانها جزء من my PhD dissertation. وthe rational choice theory بتقول لا، الوايت كولر كريمينال ولا هو عنده مشاكل نفسيه ولا عنده مشاكل بيولوجيه ولا هو بيتعرض لضغوط في الشغل، وده اللي بيؤدي ان هو يبقى وايت كولر كريمينال.
طيب ايه مشكلته؟ This theory بتقول ان ال white collar criminal بيبقى شخص ذكي جدا وعارف هو بيعمل ايه كويس قوي، فبيعمل عملية حسابية اسمها benefits versus the cost، او الفايدة ضد او مقابل الثمن. ايه هي الفايدة؟ simply العائد اللي هيجيلي من الجريمة. طيب والثمن؟ الثمن هتمسك ولا لا؟ ولو هدفع غرامة هدفع قد ايه؟ فالوايت كولر كريمنال بيعمل الكالكوليشن دي وبيطلع بكونكلوجن، لو البنفيتس اعلى من الكوست فبيرتكب الجريمه، ولكن العكس لو الكوست اعلى من البنفيتس سو هي فريزز اند هي نيفر كوميتس سوتش كرايم. وعشان كده اسمها ذا راشنال تشويس ثيري، او نظريه الاختيار العقلاني. مصر بتحتل المركز ال94 من 175 دولة في الفساد، وده وفقاً للـ Anti-Corruption Index Act of 2014، وده مركز عالي جداً by the way، لأن أنا كل ما بعلى بالرقم كل ما بقى أنا في مرحلة خطر. لو سألت أي حد فيكم دلوقتي ليه مصر بتحتل هذا المركز العالي من الفساد، ممكن يقولي بسبب الحكومة، بسبب المنظومة التعليمية، بسبب الفقر، الجهل and so forth. ولكن اللي انتم مش عارفينه ان اهم سبب او العامل الاساسي في ان احنا بنحتل المركز العالي ده من الفساد هو الوايت كولر كرايمز. طب احنا ليه عندنا وايت كولر كرايمز، او بنعاني من ان احنا بنحتل معدل كبير جدا من الوايت كولر كرايمز؟ It's a simple answer with a simple word. It's because of the law. القانون. Unfortunately, we have four problems. اربع مشاكل في القانون اللي بيكافح الوايت كولر كرايمز ان ايجيبت. اول مشكله ان احنا بيبقى عندنا قانون ومكتوب كويس جدا ما عندناش اي مشاكل فيه، ولكن لا يطبق، مفيش لا انفورسمنت. فالوايت كولر كريمنال بيرتكب الجريمه وبيبقى عارف كويس قوي ان القانون مش هيتفعل ضده. تاني مشكله ان بيبقى فيه قانون بس قديم قوي، يمكن ممكن يكون مكتوب من الايتيز او السكستيز، فسيمبلي القانون ده مش بيواكب الريسنت بزنس ترانزاكشنز اللي احنا بنمر بيها اليومين دول. فالوايت كولر كريمنال بيرتكب الجريمه خصوصا لو جريمه كونتمبوراري، وبيبقى عارف كويس قوي ان الفعل ده مش منصوص عليه في القانون. تالت بقى مشكله والاخطر ان ما بيبقاش في قانون اصلا، يعني till this moment احنا ما عندناش سايبر كرايمز لا او قانون لمكافحه جرائم الانترنت. رابع مشكلة ان بيبقى عندنا قانون ومكتوب كويس وما عندناش اي مشاكل فيه، ولكن ما فيهوش عقوبات رادعة ممكن تثريت الوايت كولر كريمنال. فالوايت كولر كريمنال لما يشوف ان العقوبة ان هو يدفع certain amount of money، فده بالنسبة له peanuts، مش هتفرق معاه مقابل العائد اللي جاله من الجريمة. طب دلوقتي احنا طرحنا المشكلة يا جماعة، احنا بنعاني من معدل كبير جدا من الوايت كولر كرايمز واللي بتؤدي الى الفساد، وان احنا بنحتل مركز عالي جدا internationally. ايه هي الحلول؟ النهارده هقول لكم على اربع حلول ممكن تساعدنا في مكافحه هذا النوع من الجرائم او ان هي تقلل حدوثه. اول حل هو law reform، تعديل وتحسين القوانين المصريه الخاصه بجرائم الفساد. بمعنى ان لازم كل المشرعين والقضاء وكلاء النيابة، أو زي ما بيقولوا كده رجال القانون، إن هما يجتمعوا مع بعض ويعملوا think tank together، ويبقى هدفها إن هما يبحثوا ويعملوا research على كل القوانين اللي إحنا عندنا نقوص فيها، ويبتدوا يعدلوها ويحسنوها، ولو ما عندناش قوانين زي cyber crimes laws يبتدوا يكتبوها ويقدموا لنا مشاريع قانون. تاني حل هو اللجوء والاستفادة من الكريمينولوجيست. زي ما قلت قبل كده ان الكريمينولوجيست هم علماء الجريمه. علماء الجريمه دول بيكرسوا حياتهم كلها عشان يعرفوا اسباب ودوافع الوايت كولر كريمنال. فكريمينولوجيست في مصر يقدروا ان هم يقدموا تقرير للحكومه بعد ما يقعدوا على كل ايجيبشن وايت كولر كريمنال على حده. والتقرير ده هيبقى فيه ايه هي اسباب الوايت كولر كريمنال ان ايجيبت. الاسباب دي ممكن تبقى اسباب اجتماعيه، أسباب نفسية، أو حتى كمان أسباب بسبب التشريعات القانونية whatsoever، أي سبب. بس الأسباب دي هتعمل awareness للحكومة
ويقدروا يعرفوا ايه النقص اللي عندها فتبتدي تحسنها to prevent the white collar criminals. ثالث حل هو انشاء white collar crimes center، وده موجود في امريكا واحنا محتاجين ان احنا ننشئه هنا في مصر. White collar crimes center هيبقى مهمته ان هو يبتدي يعمل مراقبه وinvestigations على كل البيزنس ترانزاكشنز اللي بتحصل ما بين البيزنس مان او الكومبانيز سواء مالتي ناشونال او ناشونال. فالوايت كولر كريمنال لما يعمل انفستيجيشنز او اوبزرفيشن هيبتدي يسبوت اون لو في probability لوايت كولر كرايم ولا لا. احنا عندنا جهازين هنا في مصر شبه الوايت كولر كرايم سنتر، هو جهاز حمايه المنافسه وجهاز الرقابه الاداريه، ولكن with all my respect هما ما عندهمش الآليات ولا المعرفة ولا الخبرة ان هما يقدروا يكافحوا هذا النوع من الجرائم. وده مش تقليلا منهم بالعكس، ولكن هذا النوع من الجرائم بيبقى very specific and very sensitive وبرتكب من ناس أذكياء جدا، فإحنا محتاجين experts in this type of area. رابع حل والأخير هو public awareness. Unfortunately احنا عندنا في مصر او المصريين ما عندهمش awareness او ما عندهمش معرفه بالwhite collar crimes، فاحنا اشد احتياج ان احنا نعمل awareness campaigns موجهه لرجال القانون وللcitizens وللشباب اللي زيكم عن مدى خطوره الwhite collar crimes، لان كل ما انا هعمل توعيه اكتر فبالتالي انا هقلل حدوث الجريمه. Especially كمان ان انا based on my experience في الشركه لما بحقق مع موظفين دايما بيبقى ليهم exit clause كده معروف او مخرج، دايما يقول لي انا ما كنتش اعرف، انا ما اعرفش ان انا عملته ده جريمه. يعني قبل كده واحد قال لي انا ما اعرفش لما اقعد ادردش مع واحد صاحبي على transaction هتحصل يبقى ده insider trading او breach of confidentiality. But we all know that ignorance of the law excuses no one، او قانون لا يحمل مغفلين. Now we all know ليه أنوغي دو بالزاك ربط الثروة بالجريمة أو الفورتشن بالكرايم. And I want you all to remember that today in crime, white is the new black. Thank you very much.